ودلوقتي هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا جدا، وهي الكورن فليكس على الطريقة المصرية القديمة. عبارة عن رقاق ناشف، وهنحط معاه يا اما عسل ابيض يا اما عسل اسود يا اما سكر يا اما لبن مكثف محلى، دول بدايل لبعض، تمام كده. ممكن كمان تحطوا دبس التمر. مكسرات اختياري، قشطة بلدي اختياري، سمنة بلدي مش اختياري اساسي، فانيليا وقرفة اختياري، كل واحد يختار النكهة اللي هو عايزها. بصوا دول كده اختياري البعض اهم. سكر ابيض، سكر عسل ابيض، لبن مكثف محلى، الفانيليا والقرفة اختياري. عندنا بقى شوية لبن وشوية سكر بودرة برضو اختياري بدل دول، اوكي. وعندنا شوية لبن، هنعمل ايه؟ هقول لكم. هنا في ووك على النار، هاخد سمنة بلدي في الووك السخنة دي اهي، اي كمية حسب كمية الرقاق اللي انتوا هتعملوها وحسب الكمية اللي انتوا حابينها للسمنة او لنكهتها. هكسر عليها شوية رقاق ناشف، يعني دي وصفة ما اعتقدش ان في حد ما اكلهاش في بيت جدته، سواء لما كنا نروح البلد او لما حتى نروح زيارات لبيت الجدة في المطلق. يعني هو دول اللون اللي احنا عايزينه. كفاية قوي قوي كده. اقلب بس كويس عشان السمنة توصل لكل الرقاق، وعشان الرقاق يوصل اللي فوق تحت واللي تحت فوق، تمام. هنقدمها في ايه؟ هذا كورن فليكس المصري القديم الشعبي المتعارف عليه. هاخده هنا اهو، وهاخد شويه في طبق عشان انا بحب اكله من غير لبن. يعني هو يعني بحب اكله من غير لبن الصراحه، ما هو له طريقتين في الاكل، فانا ايه، خلينا كمان احنا نقدمه بالطريقتين عشان يبقوا شبه بعض. طبعا برضو يعني يتحمر قد ايه، زي ما انتوا عارفين ناس ما بتحمروش خالص، بتاخد الرقاق الناشف وتقوم مكسراه وحط عليه اللبن. في ناس زي كورن فليكس كده، ناس تحبه بلبن سخن وناس تحبه بلبن بارد وياكلوه على طول من غير تحمير. بس انا التحميره اللي بالسمنه البلدي دي بتنزل في قلبي مش في معدتي، فبحبها الصراحه. هاخد بقى بحبها قوي صراحه. هاخد هنا شويه اهم، ودي طريقتي المفضله في الصيف، اما في الشتاء احبها باللبن عشان باكلها باللبن السخن اهو. وهاخد الباقي هنا اهو عشان نعمل الكورن فليكس التقليدي المصري اهو في هذا الطاجن. حلو قوي، تحفه 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 تحفه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اوكي، شويه مكسرات اذا حابين. يعني ما كناش بنحط عليه مكسرات، مش هحط، ما كناش بنحط عليه مكسرات الصراحه. رشه قرفه بسيطه قوي قوي، اوكي، شويه سكر. بصراحه ده بيتحط عليه سكر سنترافيش مش سكر باودر، فانا يعني برضو ايه هلتزم بصراحه بالوصفه الاساسيه. وشويه اللبن، الله، سامعين الصوت؟ لبن بارد لبن سخن طبعا حسب رغبتكم وذوقكم.